4 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان ديالنا أصدقاء، تحية كبيرة جميع متابعين ديالنا ديال القناة الأخوتي، راكم عزاز علينا إن شاء الله. كذلك تحية كبيرة لجميع الملوعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن إن شاء الله. إخوان ديالنا، اليوم غادي يكون موضوع ديالنا هو الإجابة عن الأسئلة اللي طرحت علينا على القناة إن شاء الله. نحاولوا نجاوبوا يعني الأسئلة اللي كانت هذه واحد أسبوع من حتى الأسبوعين، يعني الأسئلة اللي خصنا نجاوبوا عليها فعلا إن شاء الله، ونحاولوا يعني نقادوا الخواطر الجامعة إن شاء الله، وخا ما نقدرش كل شيء تجاوبوا مرة واحدة. لذلك نحاول نجاوب اهم الاسئله ان شاء الله، ماشي كنقول اسئله اخرى ماشي مهمين لا حشومه، ولكن نجاوب، ندير يعني بحال واحد يعني عن انواع الاسئله اللي قرابه لبعضياتهم ان شاء الله، باش نقدر نجاوب على بزاف الاخوان ديالنا. مرحبا 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 بكم. نبداو الاخوان، واحد السؤال اللي انه يعني جاني لي ضحكني شويه. واحد سقسني قال لي معليش سؤال، باش واش هذاك يعني واش هذاك يعني واش الموستاج واش حقيقي ولا ديال بلعاني؟ لا حقيقي اخي العزيز، حقيقي ع كل مره ولقانا كيف ما كنقولوا قانا ما قانا، والعقل والراحة الواحد، والإنسان كل مرة شنو كيبغي يدير، يبغي يبدل السيل ولا هادي. ندوزو لسؤال واحد آخر. فرح متتبعة ديالنا ديال القناة إن شاء الله، أخي عندي باتجي ما بغاش ياكل وخفت عليه ما كيغردش بزاف، ممكن رد أخي وشكرا؟ ممكن نرد عليك. ما كياكلش بعدا، أول حاجة واش الباتجي واش بعدا أنه تفطم، واش صغير ولا كبير في لاج؟ هذا السؤال اللي غادي نعطيك وخصك تجاوبني عليه. ثاني حاجه واش الطير مريض؟ هذه هي ثاني حاجه. واش عندك هاد الباتجي هذا ولا هاد البيروش ديالك، واش معاه بزاف ديال الباتجي حيت ربما ما يخليوش ياكلوه ولا يضربوه، ولا عنده مشكل في المنقار ديالو، ربما يكون عنده التهابات ولا هادي؟ خصك ترد البال هادشي هذا، وتردوا البال الاخوان هاد النقطه هادي، تردوا البال ديما كل جوج مرات في السيمانه ولا نهار ولا بغاتها يوميا، ما كاينش مشكل. ردوا البال البراز ديال الفراخ ديالكم، البراز ديال الفراخ دابا نتحدثوا عليه كيفاش خصو يكون في الطريقه الصحيحه ديالو، الشكل ديالو اللي خصو يكون فيه مزيان. علاش كيتغير؟ يمكن يتغير والطير ديالك ماشي مريض، ولكن يمكن يتغير والطير ديالك في حاله خطر وانت لا تأبه لذلك. الاخوان ديالنا ندوزو لسؤال واحد اخر. طلع السؤال ديال السي عبد المالك. السي عبد المالك مشرفنا، مرحبا بك السي عبد المالك، الله يحفظك. عندي سؤال، جبت ببغاء سينيغالي فريخ عنده 3 ايام، عندي نسقسيك خويا واش نطيلو ياكل اكل صحي، ومتى نبدا نعلم فيه، وقتاش نقصص له جناحيتي وشكرا؟ نبدا لك من الاخر، نبداو من الاخر حتى الاول. يعني سولتيني تقريبا هنايا تعطيتيني 3 ديال النقاط. النقاط الاولى قلتي لي ان المهم قلتي لي واش نقصص ليه جناحه، تقدر تقصص ليه جناحه على كاينين حلقات عندي في القناه ان شاء الله، طريقه كيفاش نقصوا الجناح ديال الفريخاس ديالنا. يمكن لك قصص ليه جناحه من النهار الاول الا كان ما مدريسيش. واش نعطيه الاكل الصحي؟ اكل الصحي تعطيه له من النهار الاول، ماشي يعني في الاول تعطيهش اكل صحي وما تهلاش فيه. راه الطيور كنتهلاو فيهم، كيعجبونا وكنبغيو نتولعوا كنتهلاو فيهم، خصنا نتهلاو فيهم. يعني اعطيه الاكل الصحي من النهار الاول ما كاينش مشكل، لان ربما الشخص اللي خديتيه من عنده ما مهلاش فيه، ربما ان يعني ما مسوقش ليه. راه كاين انسان كياخذ الطير وما كيعرفش القيمه ديالو، كياخذو كانه عيكة يعني بحال حيوان عادي، يعني كيعطيه ماكله عاديه. لا الطير خصو يعني اي نوع ديال الطيور، راه ماشي ضروري البيروكي ولا ضروري اي نوع ديال الحيوان، كيف ما كان النوع ديالو عامه خصنا انسان يعطيه تنوع في الطعام، لان راه بحال بنادم، انت بيدك ما تقدرش تضرب اليوم العدس غدا العدس بعدو العدس، راه غادي
غادي تمرض والله يكون في العوان كل واحد الاخوان دي. وكذلك قلت لي اخي العزيز فرخ عنده 3 ايام على حسب ما اظن انك يعني ما وصفتيليش مزيان، يعني الا كان عنده 3 ايام شمن جناح تقصص ليه، يعني فريخ عنده 3 ايام، يعني عنده 3 ايام معاك انت، يعني 3 ايام عنده معاك انت. قلنا انت شي حاجه، هضر، قلنا شي حاجه، قول السلام عليكم، قول شي حاجه. يعني عنده 3 ايام ماشي مشكل، غادي تعطيه واحد الراحه ديال 5 ايام 6 ايام 7 ايام يرتاح، ومن بعد غادي تدخل معاه في التفاصيل اللي قلت لك اخي العزيز. ندخلوا كذلك المتتبعه ديال هذه القناه ان شاء الله ياسمين، ربي يحفظك، كيفاش نتخلص من البرغوت عند ببغاء السنغالي؟ هنا هنا بزاف ديال الناس يعني، وهضرنا يعني شحال مره، والناس اتصلوا بينا يعني داخل الوطن وخارج الوطن، يعني كيتشكاو من هذه القضيه. في الاخر كنكتشفوا بانه ماشي يعني ماشي فاش، يعني ماشي الفاش، ماشي البرغوت، ماشي القميله، لان خصنا نعرفوا بان لي بيروكي تقريبا على حكم التجربه ديالي وحكم التجربه ديال بزاف ديال الناس، ان يعني الناس اللي كنعرفوا على حكم التجربه ديالي عمري شفت شي بيروكي فيه الفاش ولا فيه البرغوت ولا فيه القميله ولا نهائيا. اللي بغيت نقول لك انا ربما تكوني غلطه اختي ياسمين، ربما تكوني غلطه، يقدر يكون الطير انه مستريسي وكيحسب لك فيه الفاش، يعني كينتفو وكيحيد الرش ويسحب لك لان فيه الفاش ولا فيه البرغوت ولا فيه القميله، يعني راه يقدر يكون مستريسي، وكنتمنى تاكد من هذه المساله هذه، وان شاء الله نتمنى اننا يعني نقنعوكم بالاجوبه اللي كنعطيوكم ولا حسب المستطاع ديالنا. وكذلك واحد المتتبع ديالنا اظنه من العراق قال لي كم اسعار الامازوني دبليو هيد بالعراق؟ اسعار دبليو هيد بالعراق لا اعلم ذلك ولا استطيع ان اعطيك الأثمنة، إن شاء الله ربما يعني أعمل بحث عن أثمنة الأمازوني الدوليات في 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 بلدان أخرى، وإن شاء الله نعطيه واحد السعر يعني في كل بلد شحال كيدير هذا الطير يعني دوبل هيد. هذا الإخوان ديالنا اللي كتشوفوا معنا، هذا دوبل هيد أمازوني أوراتريكس دوبل هيد. السلام عليكم. السلام عليكم. هولا هولا هولا. رابوسا الاخوان ديالنا، نشوفوا الا كاين شي سؤال اخر. الاخ المتتبع ديالنا كذلك بيو ماروك، معلومات نرجو منك معلومات دقيقة وجيدة، أريد فيديو عن أنواع وأسعار ببغاوات. هذا جمع لينا وطوالينا يعني كل شيء يبغاهم في فيديو واحد، إن شاء الله ما يكون خاطرك يكون عين خير. كذلك معنا متتبعة، مرحبا بك هند، سميتها هند الطالبي. اخي انا من المتتبعين ديالك، وهذه شكرا شكرا بزاف، بلا ما نقرا لكم يعني السيده راه كتشكر المحتوى اللي كتحط في القناه ان شاء الله. انا هاويه للببغاء، لكن عندي واحد الكاسكو تعلقت به لدرجه كبيره، اشتريته عنده 3 أشهر، ودابا ما شاء الله بالمتابعة ديال فيديوهاتك كبر ولا ما شاء الله، وعنده دابا 9 أشهر، لكن المشكل ديالي الوحيد ما عرفتش كيفاش ندريسيه، هو الببغاء متعلق بيا بزاف، لكن لو سمحت ممكن تعمل فيديو زيادة عن كيف تدريسي الببغاء أكثر، الله يجازيك بخير ونتمنى تلبي هذا الطلب ديالي.
اختي هند ان شاء الله يعني هذا الطلب انا يعني نلبي واه ماشي مشكل، وكذلك حنا هنا باش نلبيو طبيعة الاصدقاء ديالنا. ولكن غادي نقول لك واحد القضيه، ان الدريساج راه عندي فيديوهات ديال الدريساج في القناه ديالي، ولكن انا ما عرفتش علاش شحال من فيديو ما كيطلعش شحال من واحد كنحطهم وكيقول لي ما كيطلعوش. لذلك انا لقيتوني كنعمل واحد البحث على كندير واحد كنعاود نصاوب الاعدادات ونتاكد من الاعدادات اللي عندي في القناه باش نعرف شنو هو السبب. كنظن ان عندي السبب ديال الاعمار، خصني ناكد، لان الى عملت الى كان عندي مشكل في الاعمار اللي انا مبرمجها عندي في القناه ما كتطلعش داك الفيديوهات على اعمار محدده، خصها مثلا في واحد العمر فما فوق. لذلك غادي نحاول نضبط هذيك الاعمار، وان شاء الله غادي نحاول نهز هذه الفيديوهات ونحاول نبارطاجيها لكم الاخوان هذه الفيديوهات باش نستافدوا جميعا. مرحبا بالجميع. اخي حمزه الخالص، ما نسيناكش اخي حمزه، كنتسنى الدريساج ديال بيروش ان شاء الله. اخي حمزه راه درت انا شي فيديوهات ديال الدريساج ديال بيروش، وان شاء الله غادي نجيب لكم بيروش يعني سوفاج ميم دريسيج، وغادي نبدا معاه ليطاب من الاول. وان شاء الله نتمنى ان هذا المحتوى اليوم يعجبكم ان شاء الله. الاخوان ديالنا ما تبخلوش علينا بلايك سبسكرايب، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد، لكي تعم الفائده الاخوان. وان شاء الله يعني الانسان اللي ما عارفش يعرف، كما احنا ما كناش عارفين ولينا عرفنا مع ناس يعني كبارين في السن عرفونا بزاف، يعني ناس سابقين في الولاعه خارج الوطن. هذا يعني بزاف ديال الناس، والحمد لله وكنشكرهم هذا المنبر هذا. وان شاء الله كنتمنى ان نلبيو الطلب ديال الجميع ان شاء الله، ونخليو البصمه ديالنا في هذا العالم ديال الطيور ان شاء الله، لان هيجي واحد النهار غادي نختفي وغادي نبقاو في هذا العالم ديال الطيور، لان الحياه وكل مره الحياه كديك الطريق. وان شاء الله كنتمنى احنا نوصلوا في هذا الطريق ونطولوا فيها. وتحيه كبيره ان شاء الله، وشكرا.